كيف أنظف نفسي بعد الدورة الشهرية؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. من أهم الأمور هو البدء في تنظيف المنطقة الخاصة بهذا الموضوع، ونقوم بعد ذلك باختيار غسول مناسب يقوم بتنظيف المنطقة بشكل صحيح وكامل. وأريد أن أنوه، استخدموا الماء الفاتر لأنه أفضل بشكل كبير جدا، وتستطيعون لتنظيفات أكبر وأعمق أن تقوموا بالجلوس في ماء مالح. وبعد ذلك عليكم أن تقوموا بتنظيف أو تجفيف المنطقة بشكل جيد، وإذا كنتم تريدون في إزالة الشعر المتواجد في المنطقة، ومن ثم تقومون بترطيب المنطقة بأي مرطب أو أي كريم، وبعد ذلك ارتداء ملابس داخلية قطنية وجيدة.